أسعد الله مساءكم وطيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى حلقة جديدة مختلفة بتفاصيلها هذا اليوم في موسم التاج من تركيا، حيث سيغادر هذا البرنامج اليوم اثنان من المتسابقين، سيغادرون هذا البرنامج في آخر هذه الحلقة لنتيجة التصويت والتقييم الذي حصلنا عليه من درجة التحكيم، وأيضا من خلال هذه المنافسة التي ستكون على الهواء، وحيث كنتم أيضا شركاء في النتيجة التي ستظهر بعد قليل من خلال التصويت. الحلقة لهذا اليوم مختلفة، نحن نقف اليوم في محطة جديدة تماما من البرنامج ستغير معالمها من يوم الغد، حيث سيغادر الاثنين وستتكون الأسئلة بشكل جديد وستزداد الصعوبات على المتسابقين ليتبين من الشخص الحقيقي الذي يستحق أن يتسلم التاج في هذه المنافسة. وبناء على ذلك نقف مرة أخرى لنشكر رعاة البرنامج الذين يشاركون في هذا البرنامج الرمضاني المبارك، حيث يكونون شركاء معنا لنصل إلى التاج النهائي لنجم القرآن الذي يخرج من خلال هذا البرنامج في نهاية الموسم. شكرا لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، شكرا لبرنامج ريالي للوعي المالي، لشركة البيك، لشركة عبد الله هاشم هندا، ولشركة دار الإيمان وتريفا، شركة الأفكار السعودية، أرز أبو كاس، وشكرا للندوة العالمية للشباب الإسلامي، يستاهلون تحية من المتسابقين، نحييهم. نبدأ على بركة الله بالتعريف بالمتسابقين. أنا أعرف اليوم حلقة حساسة والأعصاب متوترة، لكن ندع لهم الفرصة للكلمة الأخيرة لبعضهم، وبعضهم قد يتحدثون يوم غد. نبدأ مع مجموعة النور. النور نبغى نسمع صوت. Again أعطيكم فرصة أخيرة. معي على اليمين مجموعة النور. واضح القلق مسيطر عليكم. احنا نمشي الأفعال ما نمشي الأقوال. طيب الكاميرا الآن تبدأ مع المغرب، يعرف بنفسه. مرحبا. ايش نقول؟ طيب نبدأ يا شباب، كنترول تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم فؤاد العراس من المغرب. الرقم؟ رقم التصويت 3. إذن من المغرب ننتقل إلى سوريا، والكاميرا معك. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم ياسين الحمل من سوريا، رقم التصويت 1. ومن سوريا إلى السعودية، حياكم الله، أخوكم عبد الرحمن بن أحمد القضيب، أطلب من جمهورنا الدعاء لي. رقم التصويت؟ رقم التصويت موجود على الشاشة. على أي رقم يدعو له؟ إلى العراق. محمود السلامي من العراق، رقم التصويت 5، وأنا أقول راح أشتاق لكم. من العراق إلى اليمن، صالح بسلامة، رقم التصويت 4، شكرا لمن صوت لي. إذن كانت هذه مجموعة النور، ننتقل إلى المجموعة الأخرى على يساري، مجموعة الهدى. يا سلام، حلو أعلى. والبداية من العراق، تفضل يا سيف. بسم الله، أخوكم سيف الدليمي من العراق، رقم التصويت 14، إن شاء الله راح أطول، فحتى لو تشتاقوا لي صبروا إن شاء الله. يا سلام على الثقة، يا سلام. ننتقل من العراق إلى سوريا. أخوكم محمد عياش البيطار، رقم التصويت 13. 13. من سوريا إلى السودان، محبكم في الله منير أبو القاسم، رقم التصويت 12، حفظكم الله وإياك. من السودان إلى السعودية من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة أحب أشكر كل من ساهم في التصويت لي، أشكرهم جزيل الشكر من أعماق قلبي، وأقول لهم جزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أخوكم حسام سماخ خياط، رقم التصويت 11. ومن السعودية إلى ليبيا، المتسابق الأخير في هذا اليوم. السلام عليكم، أخيكم علي المغربي من ليبيا، رقم التصويت 15. هذا فليشر، هذا مو رقم. حياكم الله يا شباب. يعني اهدوا إن شاء الله، الأمور طيبة والأمور على خير. نحاول قدر المستطاع أن نأخذ الجولة بشكل سريع ونصل للنتيجة اليوم، ونحتفي بالمتبق والباقين معنا في المسابقة. نأخذ سؤال جمهور اليوم. جاهزين يا شباب؟ جاهزين أنتم؟ نأخذ سؤال الجمهور. بسم الله، هذه فرصة جديدة أيضا للمتسابقين كالمعتاد، يوميا تشاركون على هذا السؤال بالإجابة وإرسال الرسائل والدخول معنا في تصفية خاصة لكم مشاهدينا الكرام على الشاشة. السؤال يقول: من المعادن التي ذكرت في القرآن تبدأ بحرف الحاء؟ إذا كنت تعرف الإجابة والسؤال سهل،
أجب بكلمة تاج ثم مسافة وأرسل الإجابة، وعندما يتم اختيارك ستحصل على ثلاثة أسئلة بلا شك ستكون أصعب من هذا السؤال، في منافسة لكم أيضا على المقرر القرآني لهذا اليوم. أعطونا لوحة المفاتيح وخلونا نبدأ على طول. بسم الله نبدأ مع مجموعة النور. الرئيس ما زال نفسه؟ فين الرئيس؟ عبد الرحمن اختارنا رقم. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، السؤال في علوم وأحكام القرآن. السؤال يقول: كان الصحابة يعتمدون في تفسير القرآن على أمور، ليس منها الرأي، الفهم والاجتهاد، القرآن، النبي. 60 ثانية. رقم واحد. فكروا شباب. هي واضحة ما يحتاج. متأكدين؟ نعم. ثبت يا أخي. في عندكم ثواني استفيدوا منها قبل ما تنتهي. قفل. إحنا إذا نستفيد منها. في وسائل مساعدة، أذكر بوسائل مساعدة. أذكر برضو بال. بخصم الوقت إذا أردتم من بداية، شوف عشان ما نقول إنه إحنا نحرش أحد على أحد، من بدري نقولها. من سالمنا نسالمه. نشوف في الأخير. ما نكون. طيب نثبت. ثبت بإذن الله. متأكدين؟ الإجابة صحيحة. بداية موفقة، بداية رائعة لمجموعة النور بإجابة صحيحة. نشوف التكملة. السؤال الأول لمجموعة الهدى رقم واحد. إذن السؤال في القرآنيات يقول: عندما أسلم أبو بكر أخذ يدعو للإسلام فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام أو عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبد الله التيمي أو جميع ما سبق. جميع ما سبق. هذا كورال، هذا مو إجابة. رضي الله عنهم. رضي الله جميعا. طيب خلاص جاكم. هل أنتم متأكدون من الإجابة؟ نسحب السؤال أستاذ عبد الوهاب إن شاء الله. تبغى تصافحنا يعني أنتم إجابة صحيحة؟ مين اللي أعطاكم يعني هذه أول مرة تحصل؟ كل الشباب يعطون إجابة واحدة. لا لا مو أول مرة، بالعكس. لا 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 راجع الحلقات السابقة. ما في أحد ممكن يكون برا الخيارات أبدا. تذكر استثناء واحد يعني استثناء الجميع. إن شاء الله. نثبت إن شاء الله. توكل على الله. متأكدين؟ نعم. ما في كلام. روح هناك قول إجابة صحيحة. أروح هناك؟ إيه قول إجابة صحيحة. يلا. والله خوفي ما صحيحة يا شيخ. توكل على الله يا شيخ. 100%؟ إن شاء الله. بإذن الله. إذا ما طالع في اللوحة. هذا اللون إيش؟ أصفر. إيش حيصير ذحين؟ أزرق. كنترول. أزرق. 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 رضي الله عنهم جميعا. طيب نرجع إلى مجموعة النور بلوحة المفاتيح من جديد. رقم اثنين. رقم اثنين، السؤال في بلاغة القرآن. السؤال يقول: أي من الخيارات التالية ليس من منطق الأمة الساكتة عن المنكر؟ ترك المنكر ينتشر، التوجه باللوم للمصلحين الناصحين، المحاولة مع أهل المنكر بنصحهم وتذكيرهم، أو الاكتفاء بالإنكار السلبي. 60 ثانية. مسألة دقيقة، نبغى جواب دقيق. يعني من منطق الأمة الساكتة على المنكر ترك المنكر والتوجه باللوم للمصلحين والاكتفاء بالإنكار السلبي. مو من منطقهم. الثالث ممكن تعيد الثالث. الثالث المحاولة مع أهل المنكر بنصحهم وتذكيرهم. لا ثلاثة. رقم ثلاثة. لا. نثبت. إجابة صحيحة. ممتازين. الرقم الثاني. رقم أربعة. رقم أربعة، السؤال سيكون في معاني الكلمات. ممتازين. يلا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. عرض هذا الأدنى يقصد بها يأخذون الدنيا لعبا، يبحثون عن الدنيا، يتخيرون الأبعد عن الكتاب وأحكام الله، أو يأخذون الرشوة ويأكلون السحت مقابل تحريفهم لآيات الله. تعرفون؟
ناخذ معهم هذا؟ تعرفه؟ ما تعرفه؟ غير السؤال. غير سؤال. تغيير السؤال يا كنترول بنفس الوقت. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ تعني اطرح إليهم عهدهم وحاربهم، ابدأهم بالحرب، ساومهم وجادلهم، اطلب تجديد العهد. الأولى اطرح إليهم العهد بنفس الوقت. إليهم على سواء. أكيد يعني. واحد إن شاء الله ما في غيره. ابدأوا بالحرب والسلام. واحد. لا ما سنة. لا بس جيدة فهم بدي ليه يعني دقيقة ما فيهم مساومة ولا أدهم حرب ولا أطلب تجديد لحظة واضحة رقم واحد خيار رقم واحد واحد أثبت الله. أكيد الله. عياش تشاورتم كثيرا نعم. وإجابة صحيحة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني الضغط يولد الإنجازات ما شاء الله تبارك الله إجابات صحيحة كل يوم حنخرج واحد. طيب نرجع للوحة المفاتيح مع مجموعة النور. ستة. السؤال في التجويد يقول الإطباق ضده الاستعلاء الاستفال التقليل الانخفاض. اختلف القول ضده غير موجود في الجواب ما في مشكلة انتصر عليه يجي الاستعلاء ضده الاستفال التقليل ضده التقليل ضده التقليل استمالة أو تقليل لا لحظة ركزوا يا شباب اعطيني كلمة يا الرئيس جواب أربعة تكلم عبد الرحمن يا أخي تكلم أنت عندك الاستعلاء والاستفال واحد ضد اللاق عندك التقليل ما هو ضد الإطباق الإطباق ضد الإطلاق وهو انخفاض رقم أربعة رقم أربعة عشر ثواني الجواب أربعة أربعة ثبت أربعة ليش زودت وقت أصلا خمسة ثواني إذا في بسرعة في تغيير يا عبد الرحمن تغيير أرجوك لا لا يا سيدي لا 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 صحيح بدل ما قلت كذا حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخي مين اللي أعطاك الإجابة؟ اسحبوا السؤال شباب مين أعطاك الإجابة؟ ليش تبدل السؤال؟ وتمدد الوقت يا أخي ما قال الإجابة ده قلت أنا من الأول الجواب ما كنا ماشيين حلو يا شباب الله يصلحكم يا عبد الوهاب نعم الإجابة صحيحة أعطني غمزة شوف والله يحرجني دائما احساسه يعني حقيقه يتعبني والله الرجل هذا يعني اذا هو متاكد يجيب الجواب صح واذا متلخبط ما يتكلم لكن طالما انه غمز الله يستر ايش رايك انت يا ياسين مو موجوده ما شاء الله انتم المنهج عندكم غير وانت يا فؤاد انت مع ياسين نفس المنهج حق ياسين اللي ما حصلنا عليه والله بس احرجني يا عبد الرحمن اجابه خاطئه يا شباب أوريني الغمزة يا عبد الرحمن أعطيني الغمزة شوف إجابة خطأ تبون تسحبون السؤال هنا تلخبطوا خلاص يا مين الرئيس عياش أسحبه ولا عياش قرار خمسة أربعة ثلاثة اثنين اثنين واحد قرار ما بيسحبه السؤال يا أخي منير كان يبغى يسحب السؤال لأنه متأكد نعم الاستفال الاستفال؟ يا أخي والله منير هذا داهية كان بيربيكم من فوق جبل خطأ تقليل يا هيا خليه اعتراض اعتراض الشيخ البهلول في الكواليس الشيخ بهلول الاستعلاء ضد الإطباق صح؟ خطأ غلط استعلاء ضد الإطباق الشيخ البهلول يرفض ويقف مع المتسابقين ويقول الإجابة فيها مشكلة قلت لك أنا الإجابة غير يعني يحسب لنا إيش الإجابة يا شيخنا الانفتاح يا شيخ
الاستفال الاستفال والاستعلاء. الاطباق اذلاق الانفتاح. قلنا الاجابه اذا انا اقترح والراي للجنه الكنترول ان يعطون الدرجه كامله بناء ان الخطا كان على الكنترول. نعم. تضاف لكم الدرجه. نريد زياده. شوف كيف زياده على الزغل. تستاهل يلا هو عنده مشكله بس انت جايبها بعيد. أشوف ما سحبت السؤال. نحن أجبنا عن الجواب وعطيناهم من الدرجة. يا سلام تواضع. شو قلت لك أنا يا أستاذ؟ نأخذ كفو شايخ أنت. ياسين نأخذ لوحة الأرقام من جديد. خمسة. تجويد. أسباب النزول. السؤال يقول. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون نزلت في بني قريظة في بني النضير في مشركي مكة في بني ثقيف. ثلاثة على طول لك ثلاثة متأكدين؟ ثلاثة إن شاء الله. ما نتفاهم؟ ما نتفاهم فاهمين من أول. ما نظبط؟ أبدا إن شاء الله. ما نغير؟ صحيح يا شيخ امشي. طيب نسحب السؤال حركات يعني اللي خلاص راحت عامر سواه ونخلصت. الله يستر. ايش الاجابه يا شباب؟ هذه ثاني مره تجينا. ايش الاجابه يا ليبيا انت؟ مشتركي مكه السعوديه. طيب يا شيخ سعوديه ايش الاجابه؟ ها السازي ايش الاجابه؟ ان شاء الله الاجابه الثالثه صحيحه باذن الله تعالى. انا ابغى اقرهم على الاجابه. شيخ بهلول الرجال بدون تفاعلات. شيخ بهلول اذا تفاعل ما حد يمسكه. ايش الاجابه يا اخوان؟ يعني مشتركي مكه طالع عمرك. الله يسلمك والله. ايش عرفنا؟ خشمه. استاذ عياش الرئيس حبيبي الذي سيكون الاسبق قد وقد لا. شيخ سيف لا ما نسال. ليش ان شاء الله ان شاء الله صحيح. انتهى الوقت. هو انا لها رؤساء قريش ومشركي مكه اقرب شيء لرؤساء. اذا بنو قريظه وبنو النضير وبنو ثقيف كانوا بعيدين جدا. انت الظاهر اخذتوا مشركي مكه عشان ما فيها بنو. لو قلنا بنو مشركي مكه كان مشرك معكم. قلت الإجابة بعيد. كيف بس؟ كان فيها بنو وصار فيها غير السؤال. طيب إذا أجبتم بالإجابة رقم ثلاثة وأنتم كلكم متفقين ومجمعين أرفعوا أيديكم إلى السماء. قولوا يا الله سامحنا على إجاباتنا الخاطئة والتي منها ما سبق وسلف ومنها ما حصل قبل قليل. إجابة خاطئة. سلموا على بعض سلموا على بعض. تسحبون السؤال عبد الرحمن. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. لم تتلقوا الإجابة من جهة خارجية؟ لا لا أبدا والله. أبدا والله. كيف نتلقى؟ الشباب متفاعلين ورا شايفين. رقم واحد. رقم واحد. طيب بني قريظة. تأكد يا بني النضير. ايش الاجابه رقم واحد؟ بني النضير. لسه فاضل عندنا وقت. بني النضير. بني ثقيف وبني قريظه. بني قريظه. الاجابه رقم واحد. لا هي خطا. صحيحه. الله. قلت لك من الاول. غير صحيحه. طيب غير صحيحه يا شيخ. تم التاكد منها. تم الحشد. نناقش شباب نناقش اي شيء بعد البرنامج عشان الوقت بس الله يرضى عليك. طيب نرجع الى دائره الضوء. مين حيكون في دائره الضوء اليوم؟ عندنا في احد اسلام تطلع بعدين. النور. مين حيكون في دائره الضوء؟ شباب ارجو الجوالات كلها تكون امامكم على الطاوله رجاء تكون مقلوبه عشان لا يكون واحد من المشاهدين متحمس ويرسل لك رسالة وإحنا على الهواء. أرجوكم كل الجوالات على الطاولة لو تكرر. نظرك في الورقة لو تكرر. مين حيطلع في دائرة الضوء؟ يلا جاهز؟ اللي ما طلع ولا مرة. كلكم خرجتم في دائرة الضوء؟ كلنا. اختاروا واحد منتخبوا بسلامة. تفضل وريه يا شيخ. قول يا رب يا رب. بسم الله وعلى بركة الله. دائرة الضوء وصالح بسلامة. ما بقول لك 60 سؤال و10 ثواني عشان هذا مستحيل لكن 10 أسئلة و60 ثانية. السؤال الأول إجابته تبدأ بحرف الميم. كم بسملة في القرآن الكريم؟
كم بسملة في القرآن الكريم؟ كم بسملة؟ آية كآية؟ آيتين. كم بسملة؟ خطأ. 115 حرف الحاء. 115 إذن. كلمة تطلق على النصر والشهادة حاء. بعده. بحرف الياء من قائل هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني يونس. إجابة صحيحة. بحرف الصاد ما اسم عبدة النجوم؟ ما اسم عبدة النجوم؟ صاد. اللي بعده. بحرف الزاي سورة من القرآن بحرف الزاي. أي سورة أعطيني؟ زمر. إجابة صحيحة. بحرف الألف أول من نقط المصحف هو؟ اللي بعده. بحرف السين وقف من دون التنفس الحكم التجويدي هنا هو؟ سكتة. بحرف الباء من الأماكن التي ذكرت في القرآن باء. بعده. بحرف السين كان ملك النبي سليمان. بحرف انتهى من الكلمات التي جاء تكرارها في القرآن دون فاصل بينها. تكررت الكلمة مرتين بدون فاصل. كم إجابة؟ 1، 2، 3، 4 إجابات صحيحة، واحدة خاطئة والباقي متجاوز عنها. من يمثل دائرة الضوء؟ عياش. ما شاء الله الدافور ما شاء الله تبارك الله. الرئيس في دائرة الضوء 60 ثانية و10 أسئلة من جديد ونبدأ على بركة الله. إيش الثاني كمان؟ بسم الله. السؤال الأول تبدأ إجابته بحرف الخاء. أكمل. أهل القرآن هم أهل الله و خاصته. بحرف الزاي من قائل هذا الدعاء؟ ربي زكريا. زكريا. إجابة صحيحة. بحرف الميم آية من كلمة واحدة؟ مدهامتان. إجابة صحيحة. قاف قال تعالى فهو في عيشة راضية من أي سورة ذكرت؟ بعده هذا. بحرف شين أكمل آية الكرسي تحفظ من؟ بعده. تحفظ من؟ الشيطان. شيطان. إجابة صحيحة. بحرف الذال مفترس لكنه بريء من دم نبي. إجابة صحيحة. بحرف الجيم سورة في القرآن؟ جمعة. بحرف السين من الطيور في القرآن؟ بعده. بحرف النون من قال هذا الدعاء ربي لا تذر؟ نوح. إجابة صحيحة. بحرف العين من الرجال المذكورين في القرآن غير الأنبياء والصحابة؟ عين. بعده. نرجع عطونا قاف قال تعالى فهو في عيشة راضية في أي سورة ذكرت؟ فهو في عيشة راضية. بعده. أنت الوقت أكمل الآية الكرسي. شيطان قلتها. أيوه قال هذه إجابة صحيحة. سهل سهل سهل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إجابات صحيحة ويكسر الرقم القياسي ما شاء الله تبارك الله. ممتاز. إيش ممتاز. القارعة. قارعة. أنا أعرف إنه بارك راعي. ما شاء الله 7 إجابات من أصل 10 هذا اكتساح للرقم القياسي وأنا أكرر اعترافي بأنه الفقرة هذه ما هي سهلة رغم سهولة الأسئلة لكنها مع ضغط الوقت والسرعة والأصوات الموجودة في الاستديو من توقيت وإلى آخره توترني قبل المتسابق فأنا أعذرهم دائما. نبدأ باللوحة الثانية من جديد. معاكم يا شباب. كم فارق دحين؟ هنشوف النهاية إيه. بسم الله. اختاروا رقم. رقم 3. السؤال فيه. 3. علوم وأحكام القرآن. تنقسم ترجمة معاني القرآن إلى حرفية وتفسيرية، حرفية ومعنوية، معنوية وتمثيلية. لا شيء مما ذكر. ما بعرف الجوالات يا شباب رجال لحد الناس ما بعرف في جوال ناقص رجال جوال ناقص عندنا علم القران بالانجليزي حذف اجابه حذف اجابه متاكدين حذف لنا اكيد طيب بعطيكم فرصه تفكرون معاني القران تمثيليه ما هي فيها ثلاثه طيب تفسيريه ما لا لا اثنين طلبوها حرفية ومعنوية رقم اثنين أنتم استخدمتم وسيلة مساعدة الآن أمام الجمهور اثنين توكلنا على الله والله يا شباب أنتم أبدعتم في دائرة الضوء أبدعتم جدا صحيح بإذن الله وإبداعكم بإذن الله انتهى الوقت واستخدمتم وسيلة مساعدة وسيلة مهمة دائما تحتاجوها في الأسئلة الصعبة اللي زي هذا السؤال ولما تختار إجابة بناء على وسيلة مساعدة يعني الأمر إيش ها سلامي أسهل مقشر مقشر يعني لما يصير السؤال مقشر شو تسوي تأكله قبل
بالعافية. الله يعافيك. لكن مو بالعافية هالمرة، جابة خاطئة. سؤال مقشر. مقشر ايه، قولوا انتم بالعافية. لا خلاص ما يحتاج. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، والله اليوم قلقين جدا، ما عاد في أي مغامرات. الإجابة الصحيحة هي لا شيء مما ذكر. حرفيه وتفسيريه. على طول يبغون يضربوني، ارحمونا. طيب نرجع الى لوحه المفاتيح. نختار رقم يا شباب. خمسه. السؤال في بلاغه القران يقول: طريق النجاه المستوحى من قصه اصحاب السبت، الإيمان فقط، النهي عن المنكر، الوعظ والدعوة، الاستجابة لأمر الله فقط. بسلامة طالع في السؤال مو هناك. الإجابة يا شباب. الإجابة أصحاب السبت. العصر. أربعة. أسلم عليكم يا شباب. في واحد ناقص. تفضل بس رجع لي. خامس. ما في استجابة لأمر ما عندك استجابة لأمر اللجنة. فين الشيخ البشر على الهواء؟ لا يا أخي. استجابة لأمر الله. صحيح. نعم. عندنا 20 ثانية. رقم اثنين إن شاء الله. رقم اثنين. بالاتفاق ان شاء الله. لا لا مو بالاتفاق. في احد معترض؟ صالح باسلامه. بس نجي لصالح باسلامه، لانه انا نبهته في اول الحلقه وقلت له عينك في الاسئله يا ولدي، بس ما تحط عينك على اسئله. اخذ اجابه من الشيخ الجليل. ما شاء الله اعتراف كمان. ترى مو ملغي سؤال. احنا ما اتفقنا معه. احنا نوضح انه الشيخ ما اعطاك اجابه ولا حزنون، بس انت عينك طويله. طيب انت بس بالله يا مخرجنا استاذ منقذ، اذا سالنا سؤال ثاني حط زوم ان على اعطيه كلوز على بسامح تحصل عينه كذا اللوحه هنا وهناك. طيب عندنا الان اجابه رقم اثنين، وكالسابق ابداعاتكم مستمره ومبهره. في اي منهج اليوم ثاني؟ ما في اجابه خارج المنهج. طيب واخترت رقم اثنين بناء على المنهج. بناء على معنى الآيات يعني الوارده في كانوا لا يتناهون عن. طيب انا ابغى اسال بسلام عن اجابته، بس ما ابغى يقولها لانه ممكن السؤال ينسحب، فهذه الاجابه خاطئه. طالع فيني ايش؟ خطا. خلاص اجابه خاطئه. بداتم بشكل جيد، المستوى بدا شد شوي. اضبط امورك. خمسه، اربعه، ثلاثه، اثنين. عياش اسحب السؤال يا كنترول. اذا اجابوا اجابه خاطئه يخصم عليهم خمس نقاط. الاجابه اربعه. الاجابه اربعه. متاكدين؟ ما فيها هدوء يا شباب، هدوء، ما في كلام. أثبت يا عياش؟ ثبت. ما حنغير، خلي الوقت يمشي. تأكد تأكد. السلام عليكم. مين طلب سحب السؤال؟ والله منير. جانا طلب طالع مرة. منير؟ يا أخي لا عاد يطلب شيء هذا. والله لا عاد يطلب شيء. ترى كلنا ما تقول له عبد الرحمن ولا لا تغير خلاص، أنا قلت لك ثبت ثبت. والإجابة؟ الله هداك. شوفوا على الشاشة. الله يسلمك. الله هداك. نسحب عليه. نسحب السؤال. تبون تسحبون السؤال؟ نسحب نرجع لكم السؤال؟ ايش شغالين احنا؟ نسحبه مع احد الاجابه. انا حجاوب على السؤال واوريكم ثقافتي. كنترول حط لي رقم ثلاثه بالله. دقيقه. استاذ عبد الوهاب شيل الشاشه وشيل السماعه. شوف كيف شوف. خلينا نشوف. حيوني. تحيه. استاذ الوهاب ايش الدليل؟ طيب الدليل. إجابة خاطئة من المجموعتين يخصم عليكم خمسة نقاط لأنكم سحبتم السؤال. مرة ثانية لا تسمع كلام يا الناس اللي حولك يا سيادة الرئيس. اللوحة من جديد. آخر سؤالين لكل مجموعة. السؤال الأول أعطونا النور. رقم هدى واحد. هدى أربعة. السؤال في القرآنيات. السؤال يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع سرا بمن أسلم يعلمهم أمور دينهم في الكعبة، بيت الرسول، دار الأرقم، شعاب مكة. إجابة صحيحة.
ما شاء الله أذكياء يا شباب ممتازين تدربتم قرأتم المنهج. نسينا السؤال اللي قبل هذا اللي مقشر كلنا نوصل. نرجع إلى مجموعة النور. النور رقم واحد السؤال في التجويد يقول طلبتوا خصم وقت؟ طيب بس أسأل يعني في الكلمة سببان للمد ما هما وأيهما أقوى؟ آمين. البدل والسكون اللازم وهو الأقوى أو السكون والهمز أو الشدة والسكون أو المد المشدد والهمز؟ رقم واحد والإجابة مؤكدينها تماما ما في نقاش. حطيت زوم إن على على بسلامة شيخنا طالع فيك شيخ بهلول ما طالع فيك والله هذا بدون بسلامة هذا ما يحتاج رقم واحد طلعت في أحد المؤمن لا يكذب طلعت في أحد طلعت في احد لا 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 والله ما راح طالع بحد تضحك ليش طيب لا لا هو سهل ترى هو سهل جدا يقول لي على راسه بطحه يحسس عليه هذا ما حسس هذا رقم واحد اجابه اجابه صحيحه رجاء خلاص والله ما عليك اسمع كلامي تذكير بانه احنا اجتمعنا هنا لمنافسة قرآنية شريفة صحيح الغرض منها أن نكون إخوان نعم. واللي حاب يخصم وقت يعني بكيفه تفضل اختار رقم لا نخصم وقت اثنين تبغى تخصم وقت؟ لا 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 بس أسأل يعني معاني الكلمات والله كانت فرصتكم والله فرصتكم ما يقدرون يخصمون عيش يضاهئون قول الذين كفروا من قبل تعني يتحدون يشابهون يرفضون أو يكذبون ابدأ الوقت يشابهون اثنين إن شاء الله عمر ما نتخيل اثنين يضاهئون يعني ارفع يدك اقول ثاني ايه ضاهئون يعني مش والله شوف انتم كنتوا ماشيين صح صراحه شو للامان من المضاهاه وفي القراءه الثانيه مضاهاه فسر لي اقرا الايه كذا بعقل وتدبر وفكر يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون معنا يشابهون فاذهب وقل اجابه صحيحه ونحن هذه مقشره هذه مقشره بس مقشره طالع في احد انت تفضل ما طلعت كلمه مشتقه من طالع في احد انت كيف طالع في احد طالع فيك لا لما اخذت الاجابه طلعت في احد ولا لا لا والله طيب يعني تقصد بايش يا طالع في احد ايش تقصد عموما يا شباب انتم الثقه العاليه عندكم زايدة صراحة. خليها علي قوم بالله قوم مكانك شوية. أنت متفق معاهم؟ قوم قوم. الله يقول تكرمت يعني. بسم الله. أنت متفق معاهم على الإجابة صحيحة؟ متفق يا شيخ كيف؟ بالإجماع. نعم. ما شاء الله. روح شوف البوديوم اقرأ الإجابة اللي تحت وبلغني إيش؟ صريح. عشان أنا أبغى أتفاهم مع الرئيس اللي يحتاج إعادة ضبط المصنع. آه ليش؟ يفوضون يكذبون. صدقني صح. صدقني طالع بالشاشة وقول لهم الإجابة. بكل أسف يعني. بالله قلدوا. مشابهون. إيش؟ ما طلعتش من ذا ثاني قولوا الإجابة صحيحة قاعد تقرأ ما حلاح ذات يا أخي المشكلة قعمز روح قعمز قعمز روح قعمز يا شيخ ما تعرف تستخدم ما طلعت يا شيخ فين وريني شوف شوف إجابة صحيحة غير مكتوب ما زال طيب ضهيم هذا يعطيك العافية جيتكم والإجابة صحيحة يعني مو دائما تكون غلط جزاك الله خير وإياك كان في خطأ ضبط وشغل طيب باقي سؤال أخير والفرصة الأخيرة أسباب النزول أسباب النزول في الرقم 6 السؤال يقول لحظة بالله كنترول سامي إيش هذول يا مخرج غير 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 الشاشة فين أشوفهم هذول الشاشة فين عندك أنا طرف وجهك بس أنا يلا الشاشة فين شباب بالله بعدوا عنه مسكين حامد ايش فيك بتصلي ابنك؟ ليش لو سمحت؟ الشيخ البلوي بيطالع حامد وعامر بس احنا عدنا يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت في غزوة بدر احد الخندق وعافني طلع فيه الهجرة الى المدينة ابدا الوقت بدر يلا بدر في احد في اجابة يا شباب الشيخ عيب يا شيخ بيطالع رقم واحد رقم واحد نأكد نثبت شيخنا شيخ البهلول ايش رايك في اجابتهم يقولون غزوة بدر بالله ايش رايك الشيخ البهلول هذه المره بنفسه يعظكم
إجابة صحيحة. طبعاً بالاتفاق مع الشيخ البهلول كذا خلينا يتآمر مع المذيع. شكراً لكم مشاهدينا الكرام، شكراً للمتسابقين. قبل أن ننتقل للحظة الحاسمة في توديع اثنين من المتسابقين، أنتقل إلى سباق المشاهد، سباق الجمهور من خلال السؤال للمشاهدين. دخل جو سباق المشاهدين. من المعادن التي ذكرت في القرآن بحرف الحاء، إذا كنت تعرف الإجابة أرسل الإجابة على الرسالة تبدأ بكلمة تاج ثم مسافة ثم الإجابة الصحيحة وهذه الأرقام وأرقام الشركات. طيب انتهت المنافسة أو الجولة الأولى من المنافسة، واللجنة الآن ترصد وتم رصد الدرجات بشكل كبير لمعرفة من سيغادر البرنامج، وهم الأقل نقاطا. في العوام الماضية كانت تخرج مجموعة، السنة هذه لا، سيخرج الأشخاص الأضعف في المجموعات، وسيخرج فقط من المجموعات اثنان فقط سيغادرون هذا البرنامج اليوم. سنعطي فرصة للثالث أن يبقى، لذا سأضطر أن نودع المتسابقين الموجودين على يميني ويساري ليغادروا هذا الاستوديو ونذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سيكون معي هنا في الاستوديو والذين هم تحت دائرة الخطر لهذا اليوم، سبعة أسماء ستكون تحت دائرة الخطر اليوم. أولا محمود السلامي، يا ستار. فؤاد العراس من المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الرحمن القضيب، محمد الرياضي. الرياضي فينه؟ في دائرة الخطر يا محمد. عامر الطرزي في دائرة الخطر بلا شك وبدون منازع، عبد الرحمن صالح. وأيضا علي المغربي في دائرة الخطر. نذهب إلى فاصل ونعود لنعرف من من السبعة سيخرج. تضرب